ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا الروينة اللي وقع بسبب المساعدات. هاد الفيديو صادم اللي غتشوفوه، بزاف ديال النصب كيتعرضوا ليه الناس اللي كيعطيو المساعدات، حيت كاين ناس بلا ضمير كيجمعوا المساعدات وكيستوكيوهم اي كيخزنوهم ولو عندهم مخازن، وهاد النصاب بطبيعة الحال غادي يعاودوا يقلبوا فيهم البيع. فالشهد القضية، المرجو ايصال المساعدات للناس اللي يستحقوا فعلا، ماشي النصابة وتجار الازمات. وحتى فلوسكم ما تعطيهمش المنوالة، راه سيدنا دار صندوق ولعطيته من الأحسن في هذا الوقت صيفطوا سلع، وعلى رأسها القطاني والدقيق والزيت والملابس والخيام والكواش والحليب الأطفال. وشكرا لكم، كان هذا غير تنبيه. ارحم لكم الوالدين، هادشي مهم بزاف. راه داكشي ديال الانترنت والله حتى مبالغ فيه بواحد الطريقه ما يمكنش. راه الناس غي شوفوا كل كنيس مصريه كل كيجر عند الدوار وكيبقى يكتبوا ميساجات ورزازات مضرورين، نداء نداء خاص، هذاكشي شاوه سمعوا، انا هادشي اللي عشناه بزاف وبزاف وبزاف. الله يرحم لكم الوالدين. الاخ اللي تا هو عاش هذا الحدث اللي هو شاب، انا نقول لهم دابا يسمعوا هادشي مهم. دابا تخيلوا وحدين مشاو للورزازات، سمعوا ورزازات لقاو عندهم وجايين، وحنا دزنا من تارودانت ودزنا على الدواور وغادي لمراكش وتلاقينا معاهم وما غاديين، وحنا ديجا عطينا لهادشي كامل. وحنا في البديه في تارودانت لقينا كلشي عنده ها ولا هادشي فيه نصيب وتصمصير، راه ما يمكنش. تخيلوا والله العلي العظيم، رانا معايا السيد، راه ما يمكنش، خاصكم تردوا البال من داكشي ديال الانترنت، راه فيه هاد النصب قسما بالله العظيم. هادو راه جايين من ورزازات على اساس كلشي كيقول ورزازات، وحنا من تارودانت على اساس كلشي كيقول تارودانت. راه والله العلي العظيم نعاود نقول لكم داكشي مبالغ فيه. دوك النداءات اللي كتبقاو تصيفطوا لينا وتكتبوا في الكومنتيرات، راه كلشي نصب، راه كيخرج عندك واحد وكيقول لك اسيدي دورنا راه دار، وفاش دخلنا لديهم لديورهم ولقينا كيديروا ستوكات، واه ما يمكنش. راه بزاف.